تم تصميم فينيسيا مول في اسطنبول علشان يكون شبه مدينة البندقية اللي بتعتبر أفضل مثال على الهندسة المعمارية الإيطالية. كمان تم بناء ساحة بتشبه ساحة سينت مارك الشهيرة في إيطاليا، واللي بيكون حواليها مجموعة كبيرة من المطاعم والمقاهي والمحلات. التصميم ده حاز على إعجاب الجميع، وتحديدا الزوار اللي بيجوا للمول من كل مكان في العالم، لحد إنه بقى واحد من أهم الوجهات السياحية في مدينة اسطنبول. فينيسيا مول بيقدم متعة التسوق وسط أجواء مفعمة بالرومانسية اللي طبعا البنات بتحبها جدا. تقدر كمان تستمتع بجولة سيرا على الأقدام، وصدقني مش هتزهق نهائي من كتر الديزاينز الجميلة للمحلات والمباني. المول مليان محلات لكل البراندز العالمية، ده غير المطاعم المحلية اللي بتقدم الوجبات الشعبية التركية، ومحلات الأجهزة والموبايلات والأكسسوريز وحتى مستلزمات البيت. ولو معاك أطفال تقدر إن أنت توديهم واحد من الكيدز أرياز الكتيرة اللي موجودة في المول عشان يلعبوا وما يزهقوش أثناء ما أنت بتعمل الجولة التسويقية بتاعتك. وفي نهاية جولتك في المول مش هتبقى شايل أبدا هم الرجوع للبيت أو الفندق، لأن المول جنب المترو مباشرة. مش كده وبس، بتلاقي دايما عند باب الخروج مجموعة كبيرة جدا من التاكسيات اللي مستنية الناس وهي طالعة، وتحديدا طبعا الأجانب.